الخبر اول يعدنا عن نور ستار وسفرها، فنزلت على حسب بالانستغرام يا حبايب هذه الصوره اللي كانت كاتبه عليها انه احزر الوين هي مسافره. طبعا اغلب التوقعات تقول يا امريكا يا ام العراق. على كل يكتبوا لها بالكومنتات وين تقعون هي مسافره، وادعوا لها توصل بالسلامه يا رب. وطبعا سيره السفر، في بيسان اسماعيل بعد ما هي كانت بالمانيا رجعت حاليا لدبي ونزلت شويه ستوريات تعلم خلال انه هي حاليا بدبي وتتحمس متابعيها انه اكو هواي اشياء ناريه قادمه بالمستقبل. راح اعطيكم الستوري شوفوا. هاي كيفكم؟ شو اخباركم؟ بعرف اني غايبة عن الستوريات بس رجعت لكم، لا تاكلوا هم، انا موجودة. اوكي، كان كثير عندي ضغط اخر فترة وخلصت شغلات انا كان لازم خلصها وكل شيء تمام الحمد لله. هلأ اللي ما بيعرف انا حاليا بدبي. اوكي، وصلت على دبي واخيرا، اشتقت كثير لدبي صراحة. مبارح بالليل اجيت الشغلات اللي كان المفروض اعملها، لهيك ان شاء الله خير. غبت يعني غبت منيحة دبي فترة منيحة، فكان لازم اعمل الشغلات اللي لسه ما عملتها. خلصت كل شيء والحمد لله. رح هلأ بلش اعمل لكم الشغلات الخرافية اليوم. كمان اول شغلة حنعملها، يا رب يا رب كل شيء يكون تمام، ورح اخبركم بالوقت المناسب. وبختام مواضيع السفر يا حبايب، جو حطاه مثل ما تعرفون انه هو حاليا باوكرانيا وبحرب حاليا صايره باوكرانيا، فيطمن متابعينا انه هو قدر يطلع من اوكرانيا، فالحمد لله على سلامته. روح حاليا اليوتيوبر المريضين يا حبايب غيث مروان ودخول المستشفى، فنزل هذا الستوري انه هو من داخل المستشفى داخل المطار يا حبايب، فالحمد لله على السلامه، ما بيلا خير والعافيه. ولتسون يا حبايب تدعوا له بالكومنتات. اما بنتمنى القاخ يا حبايب فما زال الى الان بالمستشفى وجابوا فله وزاره بالمستشفى يا حبايب، حسب وضحت مرته انه بالتهاب حاد. على كل العافيه يا رب، ودعوا له الله يشفي يا رب. ننتقل حاليا للشيء الصادم اللي صار واللي هو نورمار وتنزيل هذا الستوري يا حبايب، كان بهذا التصميم الا والقمر الطاي تصميم حب، صراحه شيء صادم، ولكنه هو حذفه تقريبا بعد كم ساعه من نزوله بعد ما جاء تهجم وجاء انتقادات هوايه، بالرغم انه حاليا بيناتهم شيء الفولو. فما ادري صراحه هل توقعون شال سبب التهجم او هو فعليا حب قمر الطاي فحط الستوري؟ اكتبوا بالكومنتات شنو توقعاتكم. وعلى سيره قمر الطاي يا حبايب، فتتحمس المقطعها اللي نزلت اليوم اللي حاسه ما وضحت انه تغيرت شيء بشكلها او بشعرها. مقطع تقول كلش ناري وكلش ندمت عليه، ما ادري صراحه اكتبوا بالكومنتات ايش قيمه حمسي له. وعسرت المقاطع فيا يا حبايب هم نزلت ستوري، فاجئ انه رح تنزل مقطع وتحشي بيه هواي اشياء صادمه، راح اعطيكم الستوري شوفوا. صباح الخير، كيفكم؟ بدي احكي لكم انه اليوم في فيديو ضروري كثير ينزل على القناه الساعه 4، سو كلياتكم كونوا جاهزين، فيديو كثير مهم فيه كلام كثير مهم وكثير بحبكم، بحبكم كثير كثير كثير، لا تنسوا الفيديو على الساعه. بوصل حبايب نصت المقطع، فتروا بلايكات شاركوا فيس زي مقاطع مايك القصص، احبكم ومع السلامة.